مش عارفين اذا هتبقى موضه ولا لا، بس مسلسل كرم اللي اتعرض في شهر رمضان اللي فات من بطوله ظافر عابدين وماجي بوغصن اتحول لفيلم سينمائي. المسلسل اللي حظى بنسبه مشاهده مقبوله خلال شهر رمضان بيراهن صناعه انه هيحقق نجاح في دور العرض السينمائيه اللبنانيه. افتتاح كبير للفيلم في عرضه الخاص، خلونا نشوفه مع بعض. بعد النجاح اللي حققه مسلسل كراميل في الموسم الرمضاني الماضي، قرر صناع المسلسل تحويله لفيلم يحمل اسم حبة كراميل، وبيكون استكمالا للمسلسل وبنفس الأبطال الفنانة ماجي بوغصن والفنان التونسي ظافر العابدين. شو عجبوا فيها؟ طمعنا بمصرياته حبة الكراميل اللي عطيتيني إياها، خليت اسمع أفكار النسوان. كاميرا عربود حضرت العرض الأول وكان لينا لقاءات مع أبطال الفيلم ونجوم الفن على السجادة الحمراء. بدي أقول لهم ميرسي لوجودهم، لو ما هن كلهم ما كنا نحن أكيد، يعني النجاح نجاح مشترك نحن والجمهور وأهل الصحافة الكريمة، فتانكيو تانكيو. فيلم أكيد روم كوم، تجربة التصوير كانت حلوة جدا، وإن شاء الله هذا ينعكس على الفيلم اليوم إن شاء الله. وأنا سعيد جدا إنه فما يعني ترويج الفيلم مش يكون موجود في الشرق الأوسط، أظن فيلم للموسم مناسب جدا، يعني روم كوم. المسلسل لقى نجاح كبير وإن شاء الله الفيلم يلقى نفس النجاح يا رب. انبسط انه ما يشاركوني الفرحه، لانه اخر شيء اليوم عم نعمل فيلم للناس، نحن مش عم نعمل فيلم لالنا، فبنبسط لما الاقي الناس مبسوطه فيه، ان شاء الله يعجبهم. مو في حبه كراميل، هي جايه بعد نجاح المسلسل كراميل، اشتغلناه من كل قلبنا على قلب واحد، وان شاء الله هلا بتشوفوا النتيجه وان شاء الله تحبوا، وانا ناطره رايكم. جمعه كثير حلوه، جمعه بوقف كل فتره هون لناكد انه نحن مستمرين بالدراما اللبنانيه. مبروك، اكيد كل سنه بيقدموا لنا فيلم كثير مهضوم، بحس هالسنه بعد اجمل واهضم. اول شيء بدي بارك لهم، ان شاء الله بتمنى التوفيق للفيلم يتصدر المراتب الاولى. بدي اهنيهم من كل قلبي، بدي اقول لهم برافو ومبروك مبروك مبروك. بدي اقول لهم اكيد يعطيهم الف عافيه وان شاء الله يضلهم بعيد الهمه. بدي اقول للكل الف مبروك، وبدي اقول لماجي انت حبه كراميل. بقول لهم الله يوفقهم، ان شاء الله يكون نجاح حليفهم مثل كل الافلام اللي قدموها من قبل. مبسوطه كثير انه ايجل فيلمز وماجي بوغصن كل سنه بمناسبه شهر الاعياد بينزلوا لنا عمل هالقد. الف مبروك، وان شاء الله يا رب يكون الفيلم كثير حلو. بدي اقول الف مبروك على حبه كراميل لكل مشاركينا بهيدا الفيلم الرائع. ظهرت رولا سعد بإطلالة جريئة ومميزة، وبطريقتها كان عندها رسالة لمنتقديها. مشان ما اللي ما عنده شيء يتسلى، مشان خليهم يتسلوا. قلن ألف مبروك، وأكيد أنا مبسوطة بهيك إنتاج لبناني حلو على مستوى مرتب. All the best Maggie, love you all.